السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درسنا اليوم حيكون الفرق بين الفايل والفولدر. في البداية قبل ما نبدأ الفيديو، الكل يشترك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهات، وفي تحت رابط التليجرام والإنستغرام والتويتر الكل بيروح عندهم. بإذن الله درسنا حيكون كتير سهل، وكمان حيكون في فيديوهات تانية حتكون كيف نشرح هالشي على اللابتوب مباشرة. طيب، أول شيء الملف. ما معنى ملف؟ ما ملف هو عبارة عن ملف في العربي، وفولدر عبارة عن مجلد. طيب حنعرف الفرق بيناتهم هلأ. الفايل أي الملف بيخزن، إيش بيخزن؟ بيانات، يخزن بيانات ومعلومات اللي أخذناهم في الدرس الماضي، وبيخزن برامج. طيب هلأ، وكمان بيخزن مثلا أشياء بمختلف تاني بنوع ملف آخر، مثل عنا هون شيء اسمه تي في اكس، هذا عبارة عن ملف نصي، يعني في كتير أشياء بيخزنون. طيب هلأ إيش فرق المجلد عن الملف من أي ناحية؟ هلأ المجلد هاد يستخدم لي، لازم نعرف يستخدم المجلد. ثواني أقرب هيك أكتر عشان تشوفوا. المجلد يستخدم لتجميع الملفات، تمام؟ مثلا عندنا مثلا مثال مجلد المستندات او الرسوم. طيب هلا عنا شغله هون، هل بيصير انا احط مجلد المجلد؟ طبعا ايه، مثلا عم نحكي هلا انه مجلد البفايلات. طيب المجلد هل يجوز اني احط فولدر في فولدر؟ نعم، اذا حطيت فولدر في داخل فولدر، المجلد الاعلى عنده اسم، وأبناء المجلدات عنده اسم. هلأ المجلد الأعلى اللي هو يحتوي على المجلدات الأخرى حنسميه root، أما المجلدات الأبناء اسمه sub folders، اللي هي أبناء المجلدات اللي في داخل المجلد الأعلى، مجلد الأعلى مجلد الأدنى. طيب يعني في هذه الفقرة عرفنا، حألخص الكلام، هذا الدرس كتير سهل. الفايل يحتوي على بيانات، معلومات، برامج، أي شيء فيه. المجلدات الفولدرز بداخل، يعني الفايل في داخل الفولدرز، فالفولدر يحتوي على الفايلز، هاي يحتوي على الفايلز. طيب عنا مجلد أعلى اسمه الروت، مجلدات اللي اسمه فولدرز، سب فولدرز، تمام.